طبعا من الكويت مع المحامية مريم المؤمن. أول شيء حبيبتي ياسمين مشكورة على حضورك المعرض، شكرا شقتي لك، نورتي الدوحة ومشكورة سعد عمري. أول شيء يعني شحتي على الدوحة، وش أتكلم وش أقول، شعبيا كرم أخلاق، كرم كلام، كرم سنع، يعني أهل ما توصل والله العظيم. الديرة اللي الواحد يروح يزورها ويشوف أهلها، الديرة يمنهم غير، يعني الواحد وده يسافر ويشوف أهل الديرة، بس العادي يشوف سياح بس. مني أحسني أنا بين أهلي. الله يوفقكم إن شاء الله، ويا رب إنه يحقق لكم أمنياتكم، وما شاء الله عليكم تقدم وتطور. وهذا كتاب مريم المؤمن، هذا هي كتابها اللي صورنا معه من شوي، روعة. أنا صراحة ما قريته، بس من العنوان باين إنهم قصص تتكلم عن الواقع.